بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآتي
وكان الشيطان لربه كفورا بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.